أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض ثلاث وثائق تمهيدية على الدرس الثاني. بسرعة ندخل في الموضوع ونقرأ الوثيقة الأولى بعنوان أو كلوب، يعني في النادي. الناس اللي بتتكلم في الوثيقة هم أرتور ومارك أو أرتور ومارك، ومين تاني؟ ليو وأدم. تعالوا نشوف الشخصيات بتقول ايه. ارتور بيقول بونجور مارك، سافا، صباح الخير يا مارك، ماشي الحال؟ راح قال له وي سافا سوبر بيان، ايوه ده انا كويس جدا. راح ارتور قال له كي سي، من هذا؟ راح مارك قال له فواسي داني ان فوازان دو كارتيي، يعني ها هو داني، ده جاري في الحي السكني، اي جاك ان كوبان دو فوت، وجاك ده رفيق في لعبة كرة القدم. أختي قال له بونجور أتوس، يعني قال لهم صباح الخير عليكم كلكم. راح مارك قال اي فوالا ليو اي ادم، ومارك بقى دخل في الكلام وقال ده ليو وادم ديزامي دو ليسي، اصدقاء في المدرسة. ليو وادم قالوا سالو، راح أختي قال لهم انشانتي، تشرفنا. تعالوا بقى نقرا الأسئلة. ce dialogue est، الديالوج ده بيكون ايه يا ترى؟ خد بالك كده من الاجابات، هتلاقي انه هو او كلوب، في النادي. طب عرفت منين؟ لان عنوان الوثيقه او كلوب. تمام يا شباب، طبعا مش هقرا الاجابات كلها علشان نوفر وقت الفيديو لاصحاب الباقات الضعيفه علشان يقدروا يشوفوا الفيديو كله. السؤال الثاني، جاك ام فير، جاك بيحب ايه؟ جاك بيحب ام فير دو فوت، بيحب يلعب كرة قدم. عرفت ازاي؟ جت في الوثيقة هنا وهو بيقول جاك ان كوبا دو فوت، يعني جاك رفيق في كرة القدم. طالما هو رفيق في كرة القدم يعني بيحب يلعب كرة قدم. السؤال الثالث، مارك اي داني سون، مارك وداني دول بيكونوا ايه يا ترى؟ بيكونوا دي فوازان، دي فوازان جيران. عرفت ازاي؟ تعال نشوف. مارك بيقول فواسي داني ان فوازان دو كارتيي، يعني ها هو داني جار في الحي السكني، اذا داني ومارك جيران. السؤال الرابع، إليا نقط دون سو دوكيومون، يوجد كام بقى شخصية في هذه الوثيقة؟ تعال نعد، ارتور ومارك وداني وجاك وليو وادم، كده عدينا ست شخصيات. تعال نختار رقم ستة اللي هي الإجابة الأخيرة اللي هي دي سي بيرسون. ننتقل للوثيقة الثانية، برضو حوار ما بين برنار أو برنار وجاك. برنار بيقول بونجور كيلي فوتر برينوم، صباح الخير، ما هو اسمك؟ ما هو اسم حضرتك؟ جاك بيقول بونجور جاك، صباح الخير انا جاك. راح قال له جي 15 ans et vous، انا عندي 15 سنه وحضرتك، خلي بالك من كلمه et vous، et vous يعني وحضرتك. راح قال له moi j'ai 16 ans، انا عندي 16 سنه. برنار قال له je suis anglais et vous، انا برنار قال له انا انجليزي وحضرتك. راح جاك قال له je suis français، انا اكون فرنسي. برنار قال له او ابيتي فو، او ابيتي فو اين تسكن حضرتك؟ الاجابه جاك قال له ا باري، في باريس. راح برنار قال له انشانتي، تشرفنا. السؤال بيقول جاك اي، جاك بيكون طبعا انجلي يعني انجليزي. السؤال الثاني برنار، برنار عنده كام سنه يا ترى؟ عنده 16 اللي هي 16 اون اللي هي الاجابه رقم دي. السؤال التالي، سو ديالوج اي اونتر، ديالوج ده ما بين كم شخص؟ بين شخصين المفروض، بس مين ومين؟ دو جارسون، ولدين، اللي هما الإجابة رقم بي. السؤال الرابع، بور تيرميني لو ديالوج برنار دي، علشان تنهي أو علشان ينهي الحوار، برنار قال إيه؟ برنار قال أونشانتي، آخر كلمة في الحوار اللي ختم بيها. الوثيقة اللي بعد كده هي ايميل دو، يعني من مارين اوغو ات ياهو بوان كوم، بوان كوم يعني زي دوت كوم، الى يعني الى فاطمة سمير ات ياهو بوان كوم. الاوبجي الموضوع مي كوبين اي موا، رفيقاتي وانا.
مارين بتقول: سالو، je m'appelle Marine Hugo. أنا اسمي مارين أوغو. Je suis au lycée Notre-Dame. أنا في مدرسة نوتردام. J'habite à Paris. أنا ساكنة في باريس. J'ai deux copines du basket. عندي رفيقتي باسكت. Elles s'appellent Léa et Zoé. هم اسمهم ليا وزوي. Elles ont 15 ans. هم عندهم 15 سنة. J'ai deux copines de judo. عندي رفيقتي لعبة الجودو. رفيقتين في لعبة الجودو. Elles s'appellent Lys et Cécile. هم اسمهم ليس وسيسيل. افتكر معايا بقى، ليا وزوي دول رفيقتين في لعبة الباسكت. ليس وسيسيل رفيقتين في لعبة الجودو. أكيد هيسأل عنهم. وفي النهاية بيقول آه بيانتو، إلى اللقاء وسلام. زوي آه زوي عندها كام يا ترى؟ زي ما هو مكتوب في الوثيقة عندها 15 سنة، يعني 15 الإجابة الثانية. السؤال الثاني: أوغو إي لو بير دو. أوغو ده هو والد مين يا ترى؟ هو طبعا والد مارين اللي هي الإجابة رقم سي. السؤال الثالث: نقط سون دي كوبين دو جودو. مين ومين رفيقتي في لعبة الجودو؟ تعال نشوف. ليا وسيسيل؟ لا طبعا، لأن ليا رفيقة في الباسكت، سيسيل رفيقة بالجودو. طب مين ومين؟ سيسيل وزوي؟ برضو غلط. زوي وليس؟ برضو غلط. مارين وسيسيل، أيوة هي دي الإجابة الصحيحة. عرفت إزاي؟ مارين نفسها اللي كاتبة الإيميل بتقول أنا عندي رفيقتين في لعبة الجودو، هما ليس وسيسيل. معنى كده إن هم إن هي كمان بتلعب جودو، يعني هما دلوقتي ثلاث رفيقات. يبقى أنا لما أسأل وبقول سيسيل ومارين هما رفيقتي في لعبة الجودو، صح. تمام؟ السؤال الرابع: نوتخ دام إي لو نوم دو. نوتخ دام ده اسم إيه يا ترى؟ طبعا هو اسم أن ليسي، اسم مدرسة ثانوي. وبكده نكون خلصنا الوثائق التمهيدية الثلاثة اللي على الدرس الثاني. تحياتي ليكم يا سنه اولى، اشوفكم في الفيديو اللي جاي، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت، الحاجات دي مهمة جدا عشان تدعموا القناة. تحياتي ليكم، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.